محمد الخامس والنضال من أجل الحصول على الاستقلال هو الشعار الذي اختارته وزارة الشباب والثقافة والتواصل لمعرض الصور المقام بقصر المؤتمرات بمدينة العيون، وهو معرض يسلط الضوء على المحطات البارزة التي ميزت معركة الكفاح الوطني لنيل الحرية والاستقلال. وهذا المعرض هو فرصة للشباب والجيل الحالي للتعرف على بطولات أجدادنا والاطلاع على صفحات مشرقة من تاريخ المملكة المغربية. ويسترجع المعرض بالأساس ملحمة ثورة الملك والشعب التي بدأت بنفي جلالة المغفور له محمد الخامس وانتفاضة الشعب المغربي ضد السلطات الاستعمارية، وصولا إلى العودة المظفرة لجلالته من المنفى والتوقيع على إعلان استقلال البلاد. وبالإضافة إلى الصور المعروضة، فإن المعرض يقترح على زواره مشاهدة شريط فيديو يوثق بالصوت والصورة للمحطات البارزة في ثورة الملك والشعب التي انطلقت شرارتها في 20 من غشت عام 1953.